مساء الخير. انا دكتور رامز رضا، استاذ الانف واذن والحنجره بكليه الطب جامعه بني سويف. الحقيقه انا يشرفني اني بشارك في المؤتمر، مؤتمر ال 25th رينو ايجيبت، هو المؤتمر ال 25 وبنحتفل باليوبيل الفضي لمؤتمر رينو ايجيبت، وهو الحقيقه من اعظم المؤتمرات واقوى المؤتمرات على مستوى مصر والشرق الاوسط وعلى مستوى العالم. والفضل بكده للاستاذ الدكتور رضا كامل، استاذ الانف في كليه الطب القصر العيني، ومجهوداته الجباره في هذا المؤتمر. هو الحقيقه مؤتمر بيجمع اساتذه كتير من مختلف بلاد العالم، من على مستوى العالم كله وعلى مستوى الوطن العربي وعلى مستوى مصر طبعا. وده شرف لي ان انا يعني مشارك في المؤتمر، وان انا شير بيرسون في جلسات المؤتمر. وبنشكر الدكتور ده كامل على المجهود الجبار في هذا المؤتمر، وشكرا.